خير، شو صاير جوا؟ لك احكوا بسرعة، شو اللي صاير عنا؟ آغا، البقية بحياتك عزة آغا توفى. انت اكتر واحد اناني شفته بحياتي، بتخلي عزة دائما يتورط بقصص ماله فيها كرمال حضرتك تطلع برا. كيف بيجي من قلبك تدفشه على الموت بس اللي كيف؟ شو عملت فينا يا علي؟ اخ عزاد يا عمري، ليش رحت وتركتني يا امي؟ بعرف انه ما فيني اعيش بلاك. قاتل، انت اللي قتلت عزاد بانانيتك يا حقير، انت اللي خليته يروح على الموت برجليه. كيف بقى قلتلك؟ رستم، خذوها من خليتي حاجة تصرخ. اللي هنو لساته عايش. امشي معنا هلا وبلا مشاكل، يلا. يلا امشي قدامي. يلا بسرعة امشي. بعد رح تستحيلي يموت، روح يدوروا عليه. امي. فاطمة خوتي زهرة لجوا. امي. دعي يا زهرة. عزت ما مات يا بنات. امشي. زهرة. عزت ما تعايش عملكم. دعي بنتي. دعي حبيبتي. اتركوني بنتي عزاد، حرام عليكم. زهرة. يا روحي، كيف بتترك امك وبتمشي عزاد؟ اللي مزبوط حكي ملك، جاوبني علي. لا يا ستي، بحلف لك برحمة أبي إنه هالحكي مو مزبوط. قبل ما يحاكيني أخي أنا ما كنت بعرف شي. زهرة، 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 زهرة. أمي، عمك عزت مستحيل يموت ويتركنا. صدقيني. متأكدة؟ أنا متأكدة. أمي، عمك عزت عم يتصل فيني. عمك عزت لساته عايش. زينب، عزت ما عاد يرجع. عزت تركني وراح، ليش هيك عمل فيني؟ نحنا شئنا طلعنا من الحدود، أخي كسر علينا بالسيارة وقالنا إنه في معنا مخدرات، بس كيف عرف هالشي أو مين اللي خبره ما بنعرف. بس صدقيني أنا مالي علاقة بموضوع المخدرات، وهي اسألي عدنان هلأ إذا بدك. احكي لعدنان. سيارة مفتشة قبل ما تطلعوا من هون، من وين اجت المخدرات؟ بدي افهم هلأ. مين اللي إله مصلحة إنه يعمل فينا هيك عملة وسخة مثل هاي؟ لك مين؟ فتشناها قبل ما تطلع، بس أكيد اللي جاب المخدرات حطهم بالسيارة بعد ما مشينا، يعني مو قبل. مو كنا عم نتعامل مع شركة عرفان للنقل؟
ليش طلعتوا بالسيارة؟ لا بابا، ما طلعنا معهم. نحن متعاقدين مع شركة نقل جديدة وأهم من هاي. وليش أنا ما عندي خبر بهالشي؟ مو المفروض تقلي قبل ما تحكوا معهم؟ لا مو معقول، الموضوع أكبر من المخدرات، وأنا كل هالحكي ما فات براسي أبداً. بينتا شي لعبة كبيرة، وعلى الأغلب كمان يكون في حدا بده يأذينا وعم ينتقم من عيلتنا بهي الطريقة. المفروض انك الآغا ومسؤول عنا، شلون بتخليه ينقتل؟ اللي قتله رح يتحاسب، لازم تلاقي لي بأقرب وقت. ملك خير؟ شبكي شو صاير؟ عزت، عزت تركني وراح يا زينب. عزت مات وما بقى يرجع. روقي وقومي معي وهدي اعصابك، هلا بنفهم شو صاير لعزت. يلا تعالي زهرة، ديري بالك على حالك. تعالي يلا. يلا اطلعي حبيبتي. أنا بدي اللي صار يضل بيناتنا، ما بدي موت عزت يدرى في أي حدا من برات هالقصر. عم تفهموا علي؟ ولا حدا فيكن بيفتح تمه بحرف عن هالموضوع هاد، لأني ما رح أرحم. حتى أخذ بداره من اللي عمل فيه هيك، دمه ما بيروح هدر، لازم اللي قتله يدفع الثمن. لو سمحتي خديني على غرفتي ليلى. تفضلي ملك. اشربي هدول رح يهدوكي ويخلوكي تنامي. لسه لهلأ ما في تصريح من الجهات المختصة بأنه مات. بيجوز يكون عزت نفد من الانفجار، وبلكي مثل ما قلتي بيكون عدنان إله إيد بالقصة وعم يخبي. والله ما بعرف، علي قال لي إنه شافه منصاب ومرمي على الأرض، ناداله أما رد علي. أنا عندي رفيقة بالعراق مدرسة لغة تركية هنيك، بكرة بحاكي لك إياها وبخليها تجيب لنا معلومات أكيدة عنه. خلص لبقى تبكي. زينب معقول يكون عزت مات؟ أنا مستحيل صدق.